السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناتكم التعليمية كود بورتال. هنكمل النهاردة دروس الجافا سكريبت، وبرضو لسه موجودين في الأريز، وهناخد السورتينج. بمعنى لما يكون عندي أري موجود فيها مجموعة من العناصر وعايز أرتب الأري دي، سواء كانت ألفابت حروف أو كانت أرقام، إزاي نعمل سورت للأري من A to Z أو Z to A أو descending أو ascending، ترتيب تنازلي أو تصاعدي. طيب تعالوا نبتدي مع بعض كده، ونبتدي بالأري الحرفية. بمعنى لو أنا عندي أري مثلا، جيت أعلنت عن أري، سميتها أي اسم وليكن AR أو STR، يساوي وأحط فيها مجموعة من الأسماء، محمد، خلاص أنا عايز تبقى بدأ بحروف مختلفة، أحمد، عمر، وإسلام مثلا بالمنظر ده. طيب أنا عايز أبتدي أرتب الأري دي، كل الحكاية إن أنا هروح أقول له أولا لو عايزين نطبع هقول له document.write، وأقول له رتب لي الأري دي بالمنظر ده، هقول له str.sort بس كده. هنا هيبتدي يرتبهم A to Z. لو جينا عملنا run دلوقتي، خد بالك ان اول اسم هنا ايه؟ احمد، رغم ان انا كاتب هنا ايه؟ محمد. ليه عمل كده؟ لان هنا انا قلت له sort فبدأ من A to Z، خلاص احمد، اسلام، محمد، عمر، وهكذا. ماشي كده يا شباب؟ طيب طب لو انا عايز ارتب ترتيب عكسي، يعني ايه ترتيب عكسي؟ يعني من Z to A، يعني يبتدي لي هنا بالأول أو اللي هو عمر، بعد كده أو الإم، تمام؟ الأو، بعد كده الإم، بعد كده الأي، بعد كده الإي. طيب دي هنستخدم حاجة تانية اسمها ريفيرس. يعني ايه ريفيرس؟ يعني هناخد الكلام ده كده كوبي، نحطه هنا تاني، بس هنيجي هنا نقول له رتبهم لي A to Z، بعد كده اقول له اعكسهم لي reverse بالمنظر دوت. reverse هنا العكس، بس هنيجي بس نحط بريك ما بينهم. ممكن اجي هنا ازود VR بالمنظر دوت. لو جينا عملنا run دلوقتي ونيجي نبص كده، هنلاقي فعلا ان هنا بصوا دي الاولانية ترتيب العادي، انما هنا عملت ريفيرس لها، ادي الاو الام اي اي، ترتيب عكسي. ده بالنسبة للترتيب الابجدي. هنيجي بعد كده للترتيب الرقمي. نفترض ان انا بدل ما يكون عندي بيانات حرفية بالمنظر دوت، هنبتدي نحط مجموعة من الارقام وليكن 4 10 1 5 20 ومثلا 11 بالمنظر ده. طبعا نغير دي بقى، نسميها اي اسم تاني وليكن كلمة او اكس مثلا، خلاص. طيب تعالوا نشيل بقى الكلام ده ونشوف ازاي نبتدي نرتب الاري دي. طيب تعالوا نشوف كده مع بعض. اول حاجة انا ممكن اقول له اطبع على طول document.write، واقول له رتب لي sort الاري. مشكلة الطريقة دي لو أنا قلت له sort كده هيرتبهم مش ترتيب رقمي، ترتيب أبجدي. يعني مثلا الواحد هيجي بعدها على العشرة، بعدها على الحداشر، مش مظبوط، تمام، بعد كده على الاتنين. فكده هنا عندنا ترتيب مش منطقي بالنسبة للأرقام. ففي الحالة دي بنستخدم function موجودة داخل الجافا سكريبت، وليكن مثلا نقول له function، نديها مثلا اسم my function، my function، وهنا الارجيومنت بتاعتها اقول له a comma b، وهنا هقول له رجع لي return a minus b بالمنظر ده. طيب طبعا تعالوا نرن الاول كده ونشوف الريزلت، وبعد كده هنرجع نشرحها ايه اللي حصل
واحد أربعة خمسة عشرة أحداشر عشرين أهو، تمام؟ ده كده فعلا رتب ترتيب صحيح. طب تعالوا نفهم مع بعض إيه اللي حصل بالظبط. بص كده يا شباب، أولا خلينا في الجزء ده. إيه هي الفانكشن دي؟ الفانكشن هنا أنا بديلها two numbers اللي هو 10 أربعة وعشرة مثلا، بعد كده واحد وخمسة، بعد كده وهكذا، بياخد رقمين رقمين ويعمل كومبير ما بينهم. لو الرقم الأول اتطرح من الرقم الثاني فطلع نيجاتيف نمبر، يبقى فعلا الرقم الأول هنا هو الأصغر، يبقى خليه زي ما هو. الأربعة ناقص العشرة نيجاتيف 6، فهنا مظبوط طلعت بالنيجاتيف أو طلعت بالسالب، فهنا الترتيب مظبوط. هنيجي هنا 10 ناقص 1، لا هنا مش هيطلع نيجاتيف، هيطلع بوزيتيف، فهنحول الواحد مكان العشرة وهكذا. فلذلك فانا هنا جيت قلت له بعد ما طلعت الكلام ده قلت له سورت رتبهم، فراح مرتبهم ترتيب ابجدي بناء على عمليه الطرح دي. طب لو انا عايز اعملهم بالعكس، تمام، ديسندنج او من الرقم الكبير للرقم الصغير، في الحاله دي كل اللي هنعمله هنعكس هنا من a minus b b minus a بالمنظر دوت. لو جينا عملنا ران هنلاحظ فعلا رتبهم من الترتيب الكبير او الرقم الكبير الى الرقم الاصغر، تمام. طيب طب لو انا عايز ارتبهم ترتيب عشوائي، يعني في كل مره يطلع شكل مختلف او ترتيب مختلف بنفس الطريقه، بس هنا بدل ما اقول له return b minus a هنا هقول له return 0.5 مثلا minus، في عندي function اسمها mass.random، خلاص mass.random يعني random يعني عشوائي. هنا هيجيب ارقام مختلفه، يعني اطرح لي اي رقم من 0.0 5. لو جينا عملنا رن دلوقتي عمل سيف، بس في هنا خطأ عندنا، نراجع كده الكود بتاعنا. الام هنا كابيتال، نعمل سيف تاني ونيجي رن، هنلاحظ بصوا لو جينا عملنا ريفرش تاني بادئ بخمسة وبعد كده 20 11، بصوا 24 1، كل مرة هتلاقي ترتيب مختلف، تمام. يبقى هنا ممكن كمان نعمل or sort random عشوائي، طبعا عن طريق mass.random. طيب دلوقتي لو انا عايز اجيب اكبر رقم او اقل رقم داخل الاري، طبعا انا هنا اقل، نيجي في الاول في اللوست اللي هو الاقل رقم اللي هو رقم واحد. لو انا عايز اطبع رقم واحد، اول حاجه هنعمل ترتيب عادي اللي هو a minus b اهو، فهيطلع لي الارقام. هروح اطبع العنصر الاول، فهاجي هنا اقول له document دوت رايت، ممكن نحط بريك الأول ماشي، وبعد كده أقول له document دوت رايت، وأجي أقول له اطبع لي الإكس العنصر الرقم 0 اللي هو أول عنصر عندي داخل الأري، طبع لي الواحد أو طبع لي الأري، بعد كده طبع لي lowest number is كذا، ممكن نكتب الكلمة دي، فأقول له the lowest number is، ما بين دبل كوتيشن، بالمنظر دوت، فهيطلع لي ادي ذا لوست نمبر از 1. طيب لو انا عايز اجيب بقى الرقم الاكبر، ممكن هنا نعكس بس دي كده، هقول له بي ماينس اي، فعلا هيجيب اول رقم عندي اللي هو 100، او سوري ما فيش عندي 120، خلاص بالمنظر ده، تمام. طيب في عندنا فانكشن تانية جميلة جدا برضو، تعال بس نشيل الكلام دوت، هنسيب الاري زي ما هي. كل الحكاية هاجي اعلن عن فانكشن اسمها مثلا، هقول له function نسميها my function، خلاص الارجيومنت بتاعها مثلا اللي هو البارامترز اي اسم. طيب بعد كده هاجي اقول له return، رجع لي من الفانكشن دي mass، من دالة mass او مكتبة mass، هات لي في دالة اسمها function max قصدي دوت ابلاي، طبقها لي، تمام. بتاخد تو بارامتر، الاولاني null والتاني array اللي هو البارامتر بتاعي. طيب وهنيجي بعد كده هقول له document dot write اطبع لي
عندها الفانكشن دي اللي اسمها ماي فانكشن، وادي لها البارامتر بتاعي اللي هو اسم الفانكشن ماي فانكشن، والبارامتر اللي هو الاكس للماندرلوب. تمام، لو جينا دلوقتي عملنا run هنلاحظ ان هو طلع لي 20 اللي هو اكبر رقم فيها. في عندنا البديله لها، لو انا عايز اجيب الاصغر بدل ماكس هقول له مينيمم ام اي ان، نيجي نعمل ريفرش هيطلع لي الواحد اللي هو اصغر رقم. تمام، يبقى دي طريقه برضو تانية، في كذا طريقه عندنا وكل واحد يشوف الطريقه الانسب له ويستخدمها. طبعا مش هطول عليكم، وان شاء الله باذن الله هنكمل مع بعض، برضو لسه في دروس فاضله في الاريز. احنا كده اتكلمنا على ازاي نعمل اري، واتكلمنا يعني ايه الفرق ما بين الاري والاوبجكت، واتكلمنا على الاري ميثود، واتكلمنا ازاي نعمل سورد للاري. الدرس القادم ان شاء الله هنتكلم على الاتريشن، ازاي ان انا اعمل اتريشن او لوب على الاري. الاتريشن دي مهمه جدا وهتستخدمها كتير جدا لما تجيب تيبل من الداتابيز وتبتدي تحوله الاري، وعايز تمر على اسمها عنصر عنصر، فهنا هنستخدم الاتريشن اللي هنتكلم عليها ان شاء الله في الفيديو القادم. اتمنى يكون الشرح بسيط والناس تكون فهمت، واللي عنده اي استفسار يتواصل معايا من خلال فيديو او من خلال التعليقات تحت الفيديو باذن الله، وانا هرد عليه. وان شاء الله باذن الله انتظروا بقيه الفيديوهات، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير لو الفيديو عجبكم، وانتظروا بقيه الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.